برضو التغذية، التغذية لازم يكون في تغذية متوازنة، والتغذية المتوازنة يعني يكون في عنده أكل متوازن، يعني ياكل فيه الفيتامينات، ياكل فيه المعادن، ياكل فيه النشويات، ياكل فيه البروتينات، ياخد فيه يعني لازم يبقى فيه توزيع للأكلات مظبوط، وياخد ناخد أهم حاجة عندي بالنسبة لموضوع التغذية، لازم يكون عنده متأكد من فيتامين بي 12 ومتأكد من المغنيسيوم، لان للاسف في ناس كتير جدا بيبقى عندهم مشاكل في المغنيسيوم وفيتامين بي 12 بيأثر على العضلات والاعصاب اللي موجوده في الظهر، وبرضه في نفس الوقت محتاجين ان احنا على قد ما نقدر عشان نزود الكالسيوم محتاجين نزود الفسفور ونزود الفيتامينات، ونركز على الاكلات اللي هي زي السردين، زي مثلا السلمون، شوربه العظام، الحاجات دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى بتزود الكولاجين اللي موجود ما بين الفقرات عشان يبقى فيه مرونه، وبرضه بتزود السائل السينوفي اللي ما بين المفاصل. وشرب الميه مهم جدا، لازم اقل حاجه نشرب من لتر ونص لترين في اليوم، لان اصلا السائل الجيلاتيني اللي في القرص بتاع الفقره ده اصلا 90% منه ميه، 90% منه ميه، فلذلك احنا مهم جدا ان احنا نحاول على قد ما نقدر نركز عليه. من ضمن الاكلات اللي بتفيد كتير جدا في الامر دوت الفلفل الاحمر، ده بيساعد كتير جدا لان فيه فيتامين سي، وفي نفس الوقت فيه بناء للكولاجين، يعني بيساعد فيتامين سي اصلا بيساعد على بناء الكولاجين، وفي نفس الوقت بيبقى كويس جدا للاربطه والغضاريف. السلمون والتونه والسردين طبعا اتكلمنا عنهم لان فيهم اوميجا 3 برضو كويسه جدا بتساعد كتير جدا في تكوين العظام وتكوين الكالسيوم وتكوين عامه الماده الزراليه اللي هي في الغضروف. الاناناس مهم جدا يعني في المشاكل، حتى سبحان الله لما تقطع الاناناسه كده لما تجيبها وتقطعها من النص تحس ان انت شايف عمود فقري قدامك. يعني الاناناس فيه ماده الكولاجين عاليه جدا، ومهم جدا لو اتعمل منه كوبايه عصير مثلا، لو يوميا يتعمل كوبايه عصير مثلا مع قطع الزنجبيل مع قطع الجزره مع حاجه اسمها كرفس اخضر كله طازه، يعني كله يتعامل مع بعضه ويتعمل زي مشروب عصير في الخلاط، بفضل الله سبحانه وتعالى بيساعد كتير جدا في الامر ده. برضو الاكلات اللي هي بتزود ماده الكولاجين اللي هي في ماده السائل السينوفي اللي ما بين المفاصل دوت عامل زي الزيت الخاص ما بين المفاصل، يعني ده كل ما نبدا نزوده بفضل الله تلاقي المفصل، تلاقي الركبه او المفصل تلاقي ايه في حركه بسهوله وبليونه. الباميه، الملوخيه، الحاجات اللي فيها كولاجين دي، طبعا الكوارع واللي بيسموها الإدام بعض الناس بعض الدول، من الحاجات اللي احنا نحاول نقللها على قد ما نقدر عشان ما تضرناش المفاصل والالام الظهر، برضو السكريات والدهون والاشياء دي كلها، لان برضو الوزن الزايد دوت برضو هيحمل حمل على الجسم وعلى العمود الفقري وعلى توزيع الاحمال، فيبدا يعمل مشاكل في العمود الفقري ويعمل مشاكل في اسفل الظهر. في حاجه اسمها حمامات ميه سخنه، يعني مثلا انت ممكن تاخد حمام ميه سخنه مثلا قبل النوم مثلا بساعه ولا ساعتين، دوت بيساعدك كتير جدا في الاسترخاء وبيساعدك كتير جدا ان انت يرخي العضل بحيث ان انت يبقى فيه مرونه، لان اهم حاجه في ده العمود الفقري والعضلات والاربطه والاوتره دي كلها بيسموها الجهاز الحركي. الجهاز الحركي يعني انت ازاي تتحرك بيه، فاي حاجه واقفه خلاص مش هتعرف تتحرك، عضله متيبسه، عصب مشدود عامل زي الحبل، من كتر من قله بعض الفيتامينات الموجوده، تلاقي مثلا بعض الاوتار مشدوده، تلاقي بعض الانسان مثلا تلاقي مثلا المفصل ذاته الركبه مثلا بيبقى فيه السائل السينوفي دوت يبدا يقل لدرجه ان يبدا يحصل خشونه في المفصل ذاته، لان الغضروف بيبقى عامل في المفصل بيبقى عامل زي حته زي سيراميك كده ناعم جدا، هنا ناعم وهنا ناعم وما بينهم السائل السينوفي دوت. السائل السينوفي ده ماده جيلاتينيه، لو حصل اي احتكاك او حصل ضغط جامد فبيبدا يقربوا لبعضيهم، لما بيقربوا لبعضيهم يبدا يحتك في المكان فيبدا يعمل خشونه، فالخشونه دي المفروض تيجي للناس الكبار في السن يعني، لكن واحد لسه صغير ويجيله خشونه دي حاجه مشكله يعني، فهو ده معناه ان هو ما بياكلش اكل كويس، عمال يشرب لي المشروبات الغازيه وياكل اكلات غير صحيه، وبقى كده في الاخر يقول لك انا عندي مشكله.